هدى اهلا بيكي. ازيك يا حاج؟ ازيك اهلا يا يا حبيبه ازيك قلبي، يا استاذه ربنا يكتب دعاء؟ لنا الحج السنه دي كلنا والله يا رب، انا وكل بحبك يا نفسي استاذه دعاء قوي، وبقعد حبيبتي. اسمعك على طول من ساعتنا نازل مع قاعده قدام التلفزيون عشان اشوفك يا استاذه دعاء. حبيبه قلبي اي شكرا، والله انا ربنا من يكرمك المنصوره يا استاذه دعاء. حبيبتي، اهلا وسهلا. ازيك؟ انا عندي 70 سنه يا حاجه يا ام، ربنا يبارك في عمرك. طيب بس في صله الارحام يا استاذه دعاء، اخويا احكي لي انت ايه ولادك، يعني اخواتي مقطعيني بقالهم 3 سنين يا استاذه دعاء. اخواتك اخواتي ليه بقى؟ اخواتي ما فيش اي حاجه، كان في حبه شباكه كده بيني وبين يعني الصبيان صقنانين كده مع بعض، حصلت مشكله يعني. ابني طلب منه قال له يا خال انا اجيب امه في قلب الجامع، ابني مسلم وعارف ربنا جدا، ابني الكبير في قلب الجامع قدام الشيخ بتاع الجامع، قال له يا خال انا اجيب امي وتراد امي الكبيره، انتوا غلطانين لام واجيب امي ونصفي الموضوع يا خال وما فيش اي حاجه. كان نهار العيد، كان يوم العيد يا استاذه دعاء وهم بيصلوا العيد، اي رفض اخويا قال له لا سيبها من شويه، سيبها شويه، 3 سنين يا استاذه دعاء كتير قوي. اخويا وبفوتوا عليا ما بيكلمونيش ولا اي حاجه يا استاذه دعاء، والله كل ده ليه؟ لا ما فيش اي حاجه والله يا بنتي، انت يعني بس بنتي خناقه يعني على عيالي. خناقه على ايه؟ على ميراث او فلوس؟ ولا اي حاجه ولا اي جت في يوم مرات اخويا ها خلتني تقول لابني دمك ماشيه تلم فلوس من الناس، انا مبسوطه يا استاذه العوان ها. ابني قال لها يا مرات خال ده وبنت خالي كمان، يعني هي مرات اخويا وبنت خالي، يا مرات خال امي ما تعملش كده، تقول لامي امشي اخرج بره لابن الكبير، وابن كبير يعني عنده 40 سنه اكتر من 40 سنه، امشي اخرج بره. تقوم راح قايله لاخويا ده ابن اختك دي هتهجم عليا وضربني وتفز عليا، ديت الفتنه اللي اتحطت بقى عملت المشكله يا حاج. ايوه استاذه دعاء. كان ابن اخويا الثاني واقف قال له يا عمر حصل مني كذا كذا، قال له لا وعملت الفتنه دي بنت خالي وبنت اخوي ومرات اخوي، وهو صدقها قعد 5 سنين ما ينزلش، نزل السنه دي يا استاذه دعاء من شهر ونص من السعوديه. علاقتها بالموضوع ها؟ ما هي مرات اخوها اتكلمت عليها هي. ماشي حبيبتي، ماشي يا حبيبه قلبي، الشيخ احمد هيرد عليك. هي اللي مظلومه في القصه. مين اللي تهجم؟ هي اخوها مخاصمها بقاله 5 سنين، ليه؟ بسبب مرات اخوها. مرات اخوها دي هي تبقى بنت خالها في نفس الوقت. ماشي. قالت لابنها، لابن الست اللي بتتصل، ابنها الكبير ده عنده 40 سنه يعني، قالت له ده انت مامتك في رمضان بتلم فلوس من الناس. فقال لها انا امي عمرها ما تعمل كده، احنا معانا فلوس يعني مش محتاجين. فقالت له لا ده انت هتكذبني، انت كذا انت كذا، اطلع بره. وكان في واحد تاني واقف من ولاد يعني من العيله. فراحت قلبت اخوها عليها وقالت له ده ابن اختك جه وزعق لي وتهجم عليا وكان هيضربني. فسالوا الولد التاني اللي كان واقف من خالهم، قال لا ده ما حصلش. كويس. بس برضو ايه اخوها برضو ايه نصر يعني مراته عليها ومخاصمها بقاله 5 سنين. طيب هو لا شك احنا بنتكلم في قضيه سوء خلق، يعني هو في النهايه سوء خلق، قله ايمان، قله وعي باحكام هذا الدين. هو في النهايه لما يكون في مشاكل زي كده، انا اختي اخويا احنا الاثنين يعني في تخارج، احنا نخرج نفسنا من المشاكل دي كلها، وبالتالي فهو الرحم واجبة على في ناحية القوة على الرجل، على الذكر، من الأخ لأخته، واخد بال حضرتك؟ لكن ومن الأخت كذلك الأمر الأخ. طب هي بتقول والله بيعدوا عليا ما بيقولوش، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قال لي قرابة أصلهم ويقطعونني أسلم عليهم ولا يردون علي، فأعمل إيه يا رسول الله؟ قال كأنما تسفهم المل الحار، كأنك بتحط تراب المحمى كده في بقهم. ورب العالمين بيقول لنا في سورة محمد فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا رحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويوم القيامة الرحم دي عشان بس السادة المشاهدين هي معلقة في العرش، عرش الرحمن. والله عز وجل يقول لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فاللي عاوز ربنا يوصله هيتعامل بالطريقة دي. طب واللي عاوز ربنا يقطعه هيتعامل بطريقة أهل النار، اللي هو إيه؟ يقطع الأرحام ويبدأ يسب الأرحام وإلى آخره. فيعني أنا شايف أن دي قلة ديانة وقلة وعي.